خلوني أبدأ بأول رسالة موجودة معانا النهاردة. بيقول: أنا أخويا الله يرحمه كان متجوز 2 وعنده 3 بنات وولدين، أكبرهم أكبر حد فيهم في أولى إعدادي، وللأسف أخويا اتوفى في حادث من 6 شهور. هو كان مقتدر وكان مكفيهم من شغله الخاص، وكانت معظم فلوسه في السوق، والحمد لله الناس كانوا ولاد حلال ورجعوا الفلوس وتوزعت على الأولاد وعلى زوجاته بشرع الله، والمحل كان إيجار جديد ورجع برضه لأصحابه. المشكلة دلوقتي إن هم عايزيني أصرف على البنتين وعلى الأولاد، وأنا دخلي على قدي والله، بقبض 5000، بدفع 1000 إيجار والباقي مكفيني أنا ومراتي وابني بالعافية بعد شغل تقريبا 12 ساعة وأكتر. قلت لهم انقلوا كلكم في شقة واحدة وبيعوا التانية وجمعوا فلوس الفلوس اللي اتبقت واعملوا بيها وديعة وعيشوا منها. رفضوا كلامي. قلت لهم طب كل واحدة فيكم تتجوز وتشوف حالها وتشوف حد يصرف عليها ويتكفل بالعيال. سمعوني أسوأ كلام. أنا أخوه الوحيد، أقسم بالله كان نفسي أقف جنب الأولاد، بس أنا قدرتي على قدي. أنا عندي 38 سنة واتجوزت بعد ما طلع عيني على ما قدرت أكون نفسي. هل هم شرعا فعلا أنا ملزم بيهم؟ ولو ده فعلا دين عليا، أو يعني لازم أتكفل بيهم وأنا ظروفي ما تسمحش، أقدر أعمل إيه؟ يمكن ده سؤال من ضمن أسئلة تانية كتير هنجاوبها إن شاء الله مع فضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا وعليكم بحضرتك. السلام، أهلا وسهلا. رأي حضرتك إيه؟ هل هو فعلا عشان الأخ الوحيد والظروف زي ما هي حاصلة كده، هل هو فعلا ملزم إنه يصرف على الأولاد؟ بتقليل يعني إذا كان ده فرض عليه فالزوجتين ما أعتقدش إن هو كمان يعني يتكفل بيهم هم كمان. نعم. ولا الوضع هنا يبقى ايه؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أولا، إعانة الفقير، إعانة الضعيف، إعانة اليتيم إن كان فقيرا، ده واجب المجتمع كله. تمام. لابد أن الإنسان دائما يكون في عون العبد، كما في الحديث يعني: وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مسألة إيجاب نفقة العم على أولاد أخيه، هناك من أوجبها بالفعل كما هو مذهب الإمام يعني أبي هو حنيفة. ملزم إنه يصرف. نعم. أنا أقول لحضرتك، ما هو بتجب بشرطين. الشرط الأول أن يكونوا فقراء. تمام. الشرط الثاني أن يكون هو قادر على النفقة. الحالة اللي معانا ده هو نفسه مش قادر ينفق على نفسه، مش قادر يقوم ببيته، طب هيجيب منين؟ يبقى إذن بيقدم الأبناء، أبنائه على أبنائه، بيته وولاده. بالضبط، ما مش هيقدر أكثر من هذا. وهو اقترح لهم، اقترح عليهم اقتراحات، وده اقتراحات هي مش حرام، ما اقترحهم من الحلول حلول صحيحة، ولكن بنقول أي إنسان قادر على إعانة أولاد أخيه الأيتام غير القادرين على أن يعني يتعلموا أو يعيشوا، كان واجب عليه أن ينفق عليهم. ولكن الصورة اللي معانا بيقول أنا مش قادر، يبقى ما عليهوش ذنب. نعم، ليس عليه وزر، وإنما لو فتح الله عليه برزق إن شاء الله يعطيهم ويساعدهم على قدر الاستطاعة دون إجاب، طالما أنه لم يجد ما ينفقه عليهم. تمام.